فوائد الألوفيرا 40 فائدة وفائدة. يعرف عن فوائد الألوفيرا أنها غنية بالخصائص العلاجية. إليكم 40 استخداماً لنبتة الألوفيرا وتقريباً لكل مرض يمكن تصوره. إذن هيا قوموا بزرع نبتة كهذه في حوض منزلكم، لأنه يمكن الافتراض أنكم ستحتاجون مرة ما إلى خدماتها. عرفت الألوفيرا كنبتة طبية واستخدمت منذ أيام المصريين القدماء منذ نحو 6000 سنة. هلام الألوفيرا الصافي يزخر بتاريخ حافل وباستخدامات في الحضارات المختلفة، فقد اعتادت كليوباترا على دهن هذا الهلام على جسدها كجزء من روتين العناية اليومي لديها. اليونانيون القدماء استخدموا الألوفيرا لعلاج كل شيء ممكن، بدءا من الصلع وانتهاءا بالأرق. في حضارة الهنود الحمر كان يسمى نبات الألوفيرا عصا الجنة. من فوائد الألوفيرا أنها تنتج على الأقل 6 مواد مكافحة للبكتيريا، العفن، الفطريات والفيروسات. في الواقع فنبات الألوفيرا قوي جداً، بحيث يبحث الباحثون والعلماء عن وسيلة للاستفادة من استخدامه في الحرب ضد السرطان والإيدز. إليكم 40 طريقة لاستخدام الألوفيرا في حياتكم. الاستخدام الخارجي: دللوا أنفسكم بفرك الجسم بشكل مهدئ. قصوا أوراق الألوفيرا بالطول واستخدموا الجزء الأوسط منها لفرك جسمكم تحت تيار المياه الدافئة في الحمام. عالجوا الحروق الصغيرة التي تحدث أثناء الطبخ. لعلاج إصابة المطبخ الأكثر خطورة بقليل مثل الحروق، اخلطوا القليل من هلام الألوفيرا مع زيت وفيتامين إي في وعاء صغير وقوموا بدهنه على الحرق. عجلوا شفاء الكدمات الزرقاء من جسمكم بواسطة الألوفيرا. هدئوا وعالجوا حروق الشمس من فوائد الألوفيرا، إن لها مميزات مبردة مماثلة لتلك الموجودة في المتداول. استخدموا الألوفيرا لسحب الشوكة من لدغة الحشرات مثل النحل. قللوا من تضرر الأنسجة الناجم عن حروق البرد. عجلوا شفاء الطفح الجلدي. ادهنوا أكف قدميكم بواسطة قناع أكف القدمين المنزلي. اخلطوا 1/4 كوب من دقيق الشوفان، 1/2 كوب من دقيق الذرة، و4 ملاعق من الألوفيرا مع 1/2 كوب من زيت الجسم غير العطري. قوموا بتدليك أكف القدمين. ارتدوا الجوارب وأبقوها هكذا طيلة الليل. عجلوا شفاء حالات تفشي الهربس. عالجوا قدم الرياضيين. ادهنوا الألوفيرا على البثور للتخفيف السريع منها. استخدموا الألوفيرا لعلاج رد الفعل التحسسي الذي يظهر على الجلد. استبدلوا كريمات الجسم بالألوفيرا كمرطب طبيعي للجلد الجاف، فميزة أخرى للألوفيرا أنها تمتص بسرعة. امنعوا ظهور البثور المزعجة وعالجوا جروح حب الشباب. من فوائد الألوفيرا أنها بمثابة مهدئ للصدفية. امنعوا حدوث الندب وعلامات تمدد الجلد. الألوفيرا تساعد على التخلص من العد الوردي. استخدموا الألوفيرا للحد من الثآليل. خففوا من علامات الشيخوخة في الجلد والتجاعيد. استخدموا الألوفيرا ضد الإكزيما. استخدموا الألوفيرا لتفتيح لون الجلد. الألوفيرا يمكنها أن تقلل من التصبغ والبقع السوداء على الجلد. جددوا الجلد بواسطة التقشير المنشط المكون من 2 ملاعق من السكر العضوي المخلوط مع 2 ملاعق من الألوفيرا و1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون العضوي. لتفتيح أعمق للجلد في الأجزاء التي تظهر فيها البقع الداكنة، حضروا لتقشير الملح العضوي للجلد. استخدموا 2 كوب من ملح البحر، 1 كوب من الألوفيرا، و1 كوب من زيت جوز الهند العضوي، و2 ملعقة من العسل العضوي المحلى. عجلوا نمو الشعر عن طريق تدليك فروة الرأس بالألوفيرا. دعوها تعمل لمدة 1/2 ساعة ثم قوموا بغسلها. لتقليل مدى تفشي قشرة الرأس، اخلطوا عصير الألوفيرا مع حليب جوز الهند وزيت القمح. افركوا فروة الرأس ثم قوموا بغسلها. استبدلوا مطر الشعر بالألوفيرا التي تعطي شعركم علاجاً مدللاً مناعماً ومطرياً. يمكن إزالة المكياج من العيون بواسطة الألوفيرا. تمكن فوائد الألوفيرا من علاج تهيجات الجلد البسيطة في المهبل والعانة.
الاستخدام الداخلي للبلع. اشربوا عصير الألوفيرا للتخفيف من اضطرابات الجهاز الهضمي. خذوا رشفة من الألوفيرا لتخفيف الإمساك. كثيراً ما ينصح باستخدام الألوفيرا بسبب تأثيرها الملين. خذوا رشفة من الألوفيرا لتخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي بما في ذلك الانتفاخ وعدم الراحة. خذوا الألوفيرا عن طريق الفم لتخفيف الحرقة والتهاب المفاصل وآلام المفاصل. أغلوا الألوفيرا في وعاء مع الماء واستنشقوا البخار لتخفيف الربو. اشربوا الألوفيرا لخفض مستويات السكر في الدم وخاصة إذا كنتم مصابين بمرض السكري. قوموا بتقوية اللثة والأسنان عن طريق شرب الألوفيرا أو استخدام معجون الأسنان الذي يحتوي على الألوفيرا. اشربوا الألوفيرا لتخفيف قرحة المعدة والتهاب القولون والتهابات المسالك البولية ومشاكل البروستاتا. اشربوا الألوفيرا لخفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية الجليستريئيدات في الدم وللحفاظ على صحة القلب. خذوا رشفة من الألوفيرا لتقليل الالتهابات والتلوثات في العين والأذن. اشربوا كوبا بشكل يومي واستفيدوا من فوائد الألوفيرا لصحتكم.